الآن هذا اليوم خرجنا لاستذكار ثورة تشرين في 21 قبل سنتين للمطالبة بحقوق المسلوبة، حقوق الشعب، حقوق الشباب، المطالبة بوطن منهوب مسلوب. هذا اليوم نستذكر، وخرجت هذه اليوم المظاهرات هي مظاهرات عفوية أيضا، كما نستذكر في هذا اليوم شهدائنا الأبرار، شهداء تشرين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ومن أجل الشعب. نقول للحكومة والحكومة القادمة، عليكم باحتضان هذه الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، لأن هؤلاء الشباب هم أولادكم، هم أبناء هذا الشعب. اليوم تكون مظاهراتهم مظاهرات سلمية خالية من العنف، خالية من القتل، خالية من أي مصادمات مع أخواننا الأجهزة الأمنية. هذه اليوم احنا بصراحة تجديد ثورة تشرين اللي هي 21، وكل هاي الناس اللي اجتي هم الثوار والعراقيين الشرفاء اللي يحبون بلدهم ورايدين يغيرون، ودم الشهداء طبعا ما راح، لانه هاي الشباب كلها تستذكر دم الشهداء والمغيبين والجرحى. واحنا اليوم نستذكر هذا اليوم يعتبر تاريخي ويبقى بالتاريخ، واحنا اليوم مثل ما يقول راح نوصل رسالتنا لكل العالم على انه تشرين مستمرة، وتشرين لابد وان تتغير من هذا النظام البائس، النظام اللي ما قدم غير القتل والحروب، ودخلونا داعش، ودخلونا ما اعرف ايش، ويوميا مطلعين بسالفة زين، ويعني فد موضوع كلش طويل عريض. فاحنا اليوم واقفين هنا بساحة الأحرار على مود حتى نوصل رسالتنا لكل العالم بأنه تشرين مستمرة وباقين على العهد نحو التغيير. سنتان أو عامان مرن على ذكرى ثورة تشرين وانطلاقها، وما أعطينا شهداء وأعطينا جرحى أضافت إلى اختطاف، وبيهم من خلوهم إلى ملفات اعتقال بحجة جرائم وبحجة تفجيرات، فلسقت تهم على شبابنا. احنا طلعتنا لهذا المكان، واغلب الشعب العراقي على مثل ما يقولون طلعتنا هنا واحد يريد وطن، يريد حقه. احنا نام نطلع ما نريد شيء، لا نريد نفرد، ولا نريد نقتل، ولا نريد نرفع سلاح، ولا نريد نسوي شيء، احنا نريد وطن. شنو السبب بلد عمره 1000 وما ادري ايش قد، يعني 7000 سنه يعيش بهيك اجواء، يطلع شاب يدور شغل الا يدون يمه كل المعلومات رغم انه هو فقير ما عنده، يطلع طفل ابوه عليه بالسيطرات يروح يجدي، تطلع مره او بنت بعدها شابه بعد شبابه تروح تجدي، وين صار احنا وين عايشين؟ العراق الخير هذا، عراق الحضارات، عراق هذا اسمه العراق العظيم، كل الدول تتمنى تملك انه عندها بلد مثل العراق، مثل الشاب العراقي، مثل الغيره العراقيه. يعني احنا وصلنا الى مستوى انه صار الشاب العراقي او الشاب العراقي يتمنى يطلع من هذا البلد. ليش احنا وصلنا الى مستوى التعليم بدأت تسقيطهم واحد ورا الاخر، يعني بدأت من الجامعات انتهت بالروضة، يوميا لو يسوي لك حظر، لو يسوي لك دوام فردي، لو مدمج هاي راح يدمرون التعليم. وثاني شيء الصحة، يعني اصابات يعني هي مبينة. المنتج العراقي والمنتج المحلي يعني هو شو بمواجهات، يومية حارقين معمل، يومية حارقين مزرعة، لأنه متاح من غير مكان. ليش المنتج العراقي يتصاد على محاربة؟ رغم أنه أنا أشوف المنتج العراقي الأولى والأضبط والأول واحد المفروض أنت تستخدمه وتستخدمه بشكل صحيح، مو تروح تضرب منتجك على مود تشتري من غير دولة على مود تصدر وكذا. هذا الشيء أكبر غلط، هذا يبين أنه أنت ولاءك مو للعراق. والشغلة الرابعة، يعني أنت عراقي تروح تهدد فلان أو صديقك لأنه حكي على فلان، أستاذ ترى أنا عراقي، أنا أخوك، أنا من نحكي ما أضدك ولا أكرهك، أنت أخوي قدامك، شو تسوي أسوي، أنت أخوي مو غريب، ما خلي الغريب يضحك علي، ما خلي الغريب يشتغلني، ما خلينا أنا فلان وفلان ولا يكتب أخوتي. هذا الشيء أكبر غلط، أكبر غلط تخلي شخص غريب
يضرب اخوك باكر عقبه هذا ما يحترمك يقول انت شنو انت حتى خليك هنا انت ابن بلدك واخوك بيحته ما تبيعني يعني اولها وتاليها كلمه لمصلحتك ما حد يحكي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة هاي الساحة اللي يشوفونها والله سقطت بها شهداء قدامي بنظر عيني من بداية من يوم واحد بهذا الشهر إلى يوم 25 اللي هي ارتفعت بعد أجل صارت. بالنسبة دول اللي طالبوا بيش طالبوا ما طالبوا فد معجزة من الدولة طالبوا شيء بسيط حق هو لو عنده فلوس وبجيبه مليان ما يجي للساحة هنا ويركض ويدور شي يدور يدور منصب يصير وزير يصير سفير راد ناس بس العيشة هاي المعامل كلها طابقة على صفحة زراعة ماكو صناعة ماكو شوارع ماكو كل الأعمار اللي جاء 18 سنة شون اللي عمره خل واحد يقول لي فتسوى فالشي فد معجزة سووها هاي شوارع اكو يسوونها سنة ثانية يجون بكرابة يكربونها ويرد يسوونها من جديد هاي شوية بها على ما يقول مصريين مصريات احنا نريد خدمة لهذا البلد لهاي الشباب هاي شباب لا تهاجر لو اكو فلوس هنا ببلدها واحنا مو ما نفرق عن الخليج شنو فرقنا عن الخليج هم عندهم نفط عندنا نفط عندنا قاع بها اشكال والوان زين هاي لو كلها تستثمر لاجل المساكين والفقراء والله وبالله ما حد يحكي عليهم عم انتم بوقوا بس بوقوا منصاف اخذوا بس بنصاف عينوا اخذوا ربع وثلاث ارباع للشعب نص بنص هم ما يخالف بس فدنوا بتاكلون اكل تلحسون العالم وتخلون الناس فقراء جدي والله مو حلو هاي عليكم لان انتم تريدون ناس تسندكم انا شلون اسندكم اذا عندي جوقه ولد كلهم قاعدين شلون اسندكم انا غير تريدون اكون عون لكم خلي الشعب شويه ينتبه عليكم انتبهوا انتم علي انتم لا تشلبون واحد يشلب بامريكا واحد هذول اللي شلبوا بامريكا افغانستان وين خلتهم عافتهم ركبت بالطيارات وطلعت شردت تعينوا على هذا الشعب والله متعينون عليه هذا يفيدكم ويعينكم وأمريكا ما تقدر عليكم لو هذا الشعب وياكم يوقف. واجهنا الموت بوحشية بقمع من قوى الظلام فكانت مطالب الشباب ومطالب الشعب بمحاكمة الفاسدين فتح الملفات الموجودة لدى القضاء وهيئة النزاهة ولكن نصبوا الدعاوى الكيدية ضد أبناؤنا من بعد ذلك نظمنا أنفسنا لإحياء الذكرى يوم 11 ولنا عودة أيضا يوم 25/10 ومن بعد ذلك لنا خيار آخر مسبقا كانت أبناؤنا بساحات ونحن آباءهم خلفهم والآن نحن معهم قلبا وقالبا بل نحن السور ونحن حمايتهم ونموت من أجلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضور من كافة المحافظات العراقية للاحتفاء بالذكرى الثانية لثورة تشرين العظيمة وهي تأكيد على استمرار الثورة وتجديد مطالبها المطالب الأساسية التي رفعت في استعادة الوطن نريد وطن واليوم المتظاهرين في ساحة التحرير جددوا هذه المطالب ومن ضمنها استذكار الشهداء والمطالبة بالاقتصاص من قتلتهم بشكل أساسي وأيضا الشعار الرئيسي الذي رفعته الثورة يجدد اليوم وهو إسقاط النظام النظام أصبح عاجزا عن إنتاج الإصلاح من داخل هذه المنظومة الفاسدة وبالتالي فإن التغيير هو المطلب الأساسي نحن مصممين ومصرين على المضي بمطالب تشرين وعاش العراق والرحمة لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى والنصر للثورة ثورة تشرين المباركة. ما
مطالبنا اولا اسقاط النظام برمتها، ثانيا النظام الانتخابي، نظام انتخابي نظام يعني مهيئ للاحزاب السياسيه، ثالثا دم الشهيد، دم الشهيد اللي وقع واللي ظاهر واستشهد على مودي وعلى مود كل شخص هنا. احنا نطالب بدمه، دم الشهيد يكون محاكم عدل، محاكم حقيقيه بقتلة المتظاهرين. ثالث رابعا المعتقلين، اما يعطونا اسماءهم يا اما نروح نشوف مقابرهم وين، او يعطونا اسماءهم يا سجون حتى نعرف انه شلون يتحاكمون او هيك شيء، يعني تكون لهم محاكم ونعرف انه هل هم مسيئين او لا. هاي بالنسبه للمعتقلين. اما بالنسبه للواحد بالنسبه للنظام السياسي، النظام السياسي راد تغيير برمته، لانه احنا من 2003 لحد هاي، لحد هذا يومنا، لحد هاي الدقيقه، لحد هاي الانتخابات ما شفنا اي تغيير بالنسبه لهم. احنا جايين اليوم نحيي ذكرى 11، وبدنا نقول يعني شو نريد نحكي، نقول ما سقطت وتبقى حيه وتبقى نفس ما هي، واحنا نبقى نفس ما احنا. يعني يقولون راحه ويقولون ماته ويقولون، بس احنا نفس ما احنا باقين وحرين ومجدين وعالين ونبقى منصورين. وبعد نحكي ونقول، نقول احنا احنا وما نتعب ومن من ولا نشل، وان شاء الله حرين. يوم 11 هو استمرار الثورة وليس فقط ذكرى، لأن احنا اعطينا شهداء أكثر من 800 شهيد و 30 ألف جريح على مسألة وطن، ولم يتحاكم أي فاسد، وإضافة إلى ذلك المتظاهرين، قتل المتظاهرين لم يكشفوا، وهذا جعل الشعب، جعل الشعب أن يستمر بالثورة. فاليوم ما شفنا أي تغيير لا من محاكمة فاسدين ولا من محاكمة عادلة قتلت المتظاهرين. والمفروض إحنا بلد ديمقراطي يركن للقانون، فإحنا ما جاي نشوف القانون يطبق. بما أن المظاهرات كفلح الدستور، طلع الشعب ضمن الدستور ضمن السلمية، تعرضوا إلى أبشع القتل والقناص أمام مرأة حقوق الإنسان الموجودة بالعراق تسمى وزارة حقوق الإنسان، ما شفنا أي موقف لها. يعني مثلا يوم 11 قتلوا هنا تقريبا ساحة التحرير 65 شهيد ما عدا المحافظات وما عدا الجرحى، ما شفنا موقف سريع أو رادع للقتل، القتل الحكومي اللي كان في ذاك الوقت، واستمرت من يوم، يعني ما وقف بيوم 11، استمرت يوم 12 و 13 لحد سنتين، يعني لحد مجرد يعني عفوا سنه ونص ظل القتل، عمليات القتل، الاغتيالات، الخطف، فهذا ايش يعتبر؟ هذا يعتبر قتل منظم، قتل يعني برعايه حكوميه يعتبر. واحنا عتبنا على الامم المتحده، على المجتمع الدولي، المجتمع العربي، احنا كعرب المفروض العرب يعني يشوفون الشعب العراقي انظلم، المفروض يكون لهم موقف. واحنا من طلعنا ضد اي اجندات خارجيه، بس احنا نريد الحق. الحق شنو؟ محاكمه فاسدين. نريد عندنا خدمات البلد ما المهم. المظاهرات طلعت، طلعت على سبب، ما طلعت بطر او عفه حتى يقول الشعب مثلا دفع، والشعب ما مدفوع، الشعب اكو اسباب خلته يطلع، اسباب واقعيه كل يعرفها. أوجه رسالتي للعالم وللإعلام، وأتمنى من الإعلام الحر بالبلدان العربية وبالعراق خاصة، إذا عندنا إعلام حر أوجه رسالتي هاي توصل للعالم أجمع وباللغات أجمع، كل دولة يترجموه باللغة. خلال 18 سنة إحنا نقتل بدواعي طائفية ودينية ومذهبية ويهودية، نقتل من قبل إرهابيين ومجرمين أمريكا وإسرائيل وإيران، وهذا النظام الذي جاءت به أمريكا في احتلال العراق 2003. لنقول للعالم كفاكم قتلا، كفاكم تدمير للعراق. مطالبنا المطلب الأول والأخير عندنا والأهم هو إسقاط النظام بكل
بكل تحركاته بكل أحزابه، إسقاط نظام تغيير شامل، وراء يعني طبقة سياسية كلها تتبدل. إحنا بتظاهرات تشرين هذه مطالبنا في ثورة تشرين بعد عامين من الصمود والثبات. نحن شباب تشرين باقين وصامدين في هذه الساحة رغم القمع والاعتقالات والاغتيالات وكل ما واجهه شباب وبنات تشرين. والله مطالبنا كشباب تشرين هو الشعب العراقي الأصيل، يعني هو الحقيقة تشرين. تشرين اللي ما تابع الحزب، اللي ما من شباب واحد، كله شباب، وكل شيء هنا تلقاه، المسيحي تلقى السني، كل الطواف هنا. احنا بلد محتل من قبل ايران، بلد احتل من قبل ايران، وايران اللي تسوي بينا هذا كله، ايران اللي تسوي بيه هذا كله. فاحنا نريد هاي شبابنا خير بشبابنا ان شاء الله، واخوان ان شاء الله، سنة شيعة مسيح، كل الطواف بهذا البلد ان شاء الله متكاثفين، وان شاء الله النصر من الله. شفت الدعايات الانتخابية اللي سووها السياسيين كلهم صح؟ اي واحد سياسي معمم غير معمم الكل مشمول، الكل بدون استثناء، وكل واحد له يد بالسياسة بهذا البلد ما عنده غيره، ومو عراقي وما عنده ضمير، ومن قبل ايران مدعوم. والله وهذا كله تعلم، هاي كله تعلم. واخترية الشباب اكو حد تخاف تحكي عمي، اكو حد يخافون يحكوا من ضمنهم اني، لان ما مأمن على حياتي جزء اطلع منه قتل. هواي حكي وهواي ضيم بقلوبنا، وكل تعلم بس الحكي بالقلب، والشعب اذا قلبه الكبد يوصل حد ترى مو زينه، يوصل حد انتهت ما عندنا شيء نخسره. الله وكيلك شبابنا خسرنا، انا عمري 31 سنه. شنو المستقبل؟ المستقبل الله الحمد لله، بس لا زواج لا مستقبل لا تعيين. انا خطيتي برقبه من؟ برقبه ايران اللي 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 السياسيين نجابوهم. فاحنا بلد محتل من قبل ايران، اذا ما سقط ايران وسقط السياسيين اللي عندنا كل شهر بصير لنا. اليوم طبعا خرجت الجماهير لاجل ثورة تشرين. ثورة تشرين هي اللي غيرت ما بالحال الان اللي موجود الان دا يتغير، حتى الانتخابات فكانكو لثورة تشرين فضل كبير بالتغيير اللي حيصير بالانتخابات. فكل الجماهير خرجت، الناشطين وكل العراقيين الموجودين كلهم خرجوا. فنبارك لثورة تشرين، وستبقى ثورة تشرين هي اللي تغير ما بالعراق. وجنا احنا اليوم للتظاهرات هو بالأساس للتذكير بدماء الشهداء الذين رحلوا عنا، الدماء الزكية الطاهرة سالت على ساحات الاعتصامات في العراق، وتذكيرا أيضا بالمعتقلين المغيبين الذين لا نعرف عنهم أي لحد هذه اللحظة أي شيء، حتى مكانتهم ما نعرفه لحد هذه اللحظة. الحكومة لم تعمل جاهدة في استبيان مكان المعتقلين ولا حتى باعترافهم بهذه الدماء سارت على أرض الوطن المشهدة. أما قضية المعوقين، شق المعوقين الذين فقدوا أجزاء من أجسامهم ونظرهم، وشاهد على دليل كلام هذه المرأة التي لها معتقلين وبكت أمام الكاميرات والعدسات، هزت جميع من يحمل هوية عراقية. احنا تظاهرتنا سلمية، سلمية 100%. نحن اليوم كأبناء تشرين خرجنا نجدد العهد والولاء للوطن والشهداء، ونعلن اننا مستمرين في الطريقة التي سقطت عليها هذه الدماء الزكية في ثورة تشرين الخالدة، والمطالبة بالقصاص العاجل من القتلة والإفراج عن المعتقلين، وعن موضوع الجرحى والمعاقين اللي الحكومة ما جاي تقدم لهم أي شيء وجاي تنطيهم وعود، والوعود كلها كاذبة. وحالياً الجرحى يعني هواي أصدقائنا وولد جماعتنا علاج ما عندهم يتعالجون نفسهم، وجاي نسوي لهم حملات وما جاي نقدر نعالجهم. احنا اليوم هاي خرجنا على مود المطالب اللي هي
كل العالم يعرفها والدولة تعرفها، لكن سوف المطالب مطالبنا حقه ومشروعه، لكن الحكومة والأحزاب اللي مستفيدة من هذا الحكم سوف المطالب وطتنا وعود كاذبة واللي سقط من خلالها أكثر من 800 شهيد وآلاف المعتقلين والجرحى، واللي شباب هواي مصيرها بايع مهددين ومهجرين بعيدين عن عوائلهم. احنا اليوم من هذا المكان نعلن الولاء باننا مستمرون بهذه الثوره ولا نتراجع حتى تحقيق المطالب او السير مع الشهداء في طريقهم. اليوم استذكار ذكرى سنه ثانيه لثوره تشرين، الثوره اللي هزت عروش قمم الفساد اللي جت بعد 2003، وهذه الثورة أتت أكلها بتفسخ الأحزاب والكتل السياسية، وهذا اللي نشوفه الآن من تحضير الانتخابات 10-10. في كل انتخابات كانوا ما يقارب بال10,000 مرشح، الآن ما يتجاوزون 2,500 مرشح. هاي الأساسيات اللي احنا نشتغلها، احنا ثورتنا سلمية نعمل على المدى البعيد وإن شاء الله الانتصار للشعب العراقي. احنا الشباب التشرينيين تعبنا واجتهدنا ودرسنا وهاي وتالي اول تالي نشتغل عماله ويوميتك 25,000 ها، وهاي دولتك تكرف بالفلوس وتبوق والدنيا شعلتها والاحزاب هاي ما فرهدتنا فرهود، الدنيا شعلتها. طالعين ضد الاحزاب، طالعين ضد الفساد، احنا طالعين طالب بحقوقنا. هذا الولد خريج يشتغل عماله بالشورجه. المطالب الكشف عن القتلة، قتلة المتظاهرين. الكاظم من اجى؟ قال احنا جينا بنينا حكومة تكشف عن القتلة والعملاء. لحد الان اهل الكواتم بعدهم يصكون بالناس بالشوارع ويغتالون بالشباب. وين الوعود اللي اجى بها مصطفى الكاظم؟ مصطفى الكاظم رجل ايد الميليشيات، قتلت هشام الهاشمي كلها تعرفهم، قتلت هشام لحد الان ما طلعهم، وبعدهم يصولون ويجولون بالشاحات والكواتم جاي تقتل والشباب جاي تموت بالشوارع. شنو الذنب؟ الذنب بانه اللي يطلع يطالب بحقه يطلع عميل، اللي يحرك تاير بالشارع يصير عميل وابن سفاره. بس الميليشيات من تدخل للخضراء وتقتحم منطقه حكوميه، هذول مو ميليشيات، هذول مو ارهابيه، هذول مو للشفارات. من المتظاهر يحرك تاير تذبون اللوم عليه، ومن انتم تدعمون منطقه حكوميه وتقصفون الخضراء وتعتدون على هيبه الدوله انتم مقاومه، ومن الدوله تعتقلكم انتم مقاومه. من تنفذون قصف على الخضراء وتعتدون على الشباب اللي طالب بحقه انتم ميليشيات. اللي يحشى عليكم واللي يطلع حقيقتكم ويكشف وجهكم الحقيقي تختالونه. ليش؟ لان حكى الحق. الخلل بيمن؟ الخلل بهذا الشعب اللي ساكت على الذله. الامام علي عليه السلام يقول اوصيكم بان تكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. جعفر الصادق عليه السلام يقول افضل العباده هي نصره المظلوم، لان المظلوم لا يجد ناصرا الا الله. 35 مليار عون ينصرون الامام الحسين ومشاركين على الذله وعلى اهل الكواتم وعلى الخطف والاغتيالات. وينكم من ثوره الحسين؟ رساله الحسين انتجوها للناس بان الامام الحسين تقلطم وابكي. نسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال: ايها الناس من راى منكم حاكما ظالما يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فمن لم يغير عليه بفعل او قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. والحاكم الظالم جاي يقتل واحنا جاي نسوي الحسين وساكتين على الظلم. ندخل الحسين نصيح حياه من الذله واحنا نايمين على الذله. جعفر الصادق عليه السلام يقول: الامام الحسين يريد الناس ان ترفض الذله والعبوديه وتنادي في الاصلاح والحريه. المصلحين شوفوا كم واحد بس هذول الشرفاء اللي طالعين يطالبون بالحقوق اللي سقطتوهم انتم.